مرحبا. في أشخاص كثير بيحاولوا يلجأوا لجلسات تقشير كيميائي لعلاج البشرة، لكن بيخافوا من الأثار الجانبية للتقشير الكيميائي. وبنفس الوقت ممكن يحاولوا يلجأوا للحقن المختلفة من الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي لعلاج الطبقات الداخلية من الجلد ولعمل شد ونضارة للبشرة، لكن برضو بيخافوا من الألم ومن الأثار الجانبية اللي ممكن إنها تخلفها هاي الحقن على الجلد. الـ PRX T33 بنسميه إحنا التقشير الكيميائي الذكي. هذا النوع من أنواع التقشير بيقشر الطبقات الداخلية من الجلد، بتغلل طبقات الجلد الداخلية بدون ما إنه يعمل أي أثار جانبية على سطح الجلد الخارجي. بالتالي هو بيعطينا النتيجة تاعت التقشير الكيميائي من علاج للمسام، للتجاعيد السطحية، للتصبغات الجلدية. بنفس الوقت بيعطينا النتائج تاعت الميزوثيرابي من نضارة، من ترطيب لطبقات الجلد الداخلية، ومن إزالة للتجاعيد، ومن شد للبشرة، بدون ما إنه تظهر أي أعراض جانبية وسطحية على الجلد. بنفس الوقت هاي الجلسات غير مؤلمة أبداً، ما بتعمل حروق ولا لسعات، وما بتأثر على حياة الشخص اللي بده يخضع لهذا النوع من العلاج. تابعونا اليوم حتى تشوفوا كيف طريقة العلاج. هلأ رح نشتغل جلسة PRX T33 اللي زي ما حكينا لكم هي التقشير الكيميائي الذكي. الحالة عنا هون طبعا هي صبية بالعشرينات عمرها، عندها بعض المشاكل البسيطة في الجلد، مثل عندها شوية مسام، شوية تصبغات في الجلد، حبوب خفيفة، وبرضو عندها شوية أثار حبوب. هلأ هذول المشاكل كلهم بتعالجوا بجلسات الـ PRX T33 أو التقشير الكيميائي الذكي. رح نفرجيكم كيف الخطوات. الخطوة الأولى منقوم بتنظيف الجلد وطبعاً وتعقيمه، لازم الجلد يكون نظيف ومعقم قبل ما نبلش بالجلسة. هلأ منقوم بتوزيع المادة على مناطق الوجه، كل منطقة لحال مع فرد المادة حتى أنه يتم امتصاصها. طبعا خلصنا وضع الطبقة الأولى من مادة الـ PRX وعملنا لها تدليك حتى امتصها الجلد. الآن رح نقوم بوضع الطبقة الثانية، برضو إعادة تدليكها على الجلد حتى يتم امتصاصها بشكل كامل. هلا زي ما انتم شايفين يعني ما في احمرار، ما في اثار على سطح الجلد الخارجي. رح نترك المادة من دقيقتين الى 3 دقائق حتى تشربها الجلد وتاخذ مفعولها بشكل كامل، وبعدين رح نقوم بغسلها وتنظيفها. هلا بعد ما انتهينا من الجلسة رح نقوم بوضع كريم خاص عشان يعني زي مرطب او مغذي للجلد، وينصح بانه الشخص يستخدم طبعا واقي شمس بعد اي جلسة، لكن هو هذا النوع من التقشير ما بتأثر عليه الشمس لانه ما في اشي خارجي على سطح الجلد صار، لا احمرار ولا حروق ولا اي تقشير. وهيك بنكون خلصنا الجلسة. بننصح انه المرضى اللي عندهم مشكلة وحابين يلجأوا لهذا النوع من التقشير انه تنعاد الجلسة من 4 إلى 6 مرات او 8 مرات احيانا حسب نوع المشكلة الجلدية وحسب عمر المريض. وايضا بننصحهم انهم يلجأوا لأطباء الجلدية فقط لتلقي هذا النوع من العلاج حتى انه ما يتم العلاج بطريقة خاطئة.